أستاذ داود مرحبا بك في المغرب. هلا مرحبا، أهلا وسهلا فيكم. أنت في بلدك الأول مش في بلدك الثاني؟ أكيد هذا شيء أكيد. أنا طبعا ما طلعت من الكويت وجيت من بلد إلى بلد أبدا، إحنا كلنا بيت واحد ولكن من غرفة لغرفة، فبالتالي إحنا كلنا أهل. يعني شعوري أول ما نزلت الطيارة على أرضكم الحبيبة، الله يحفظكم ويجعل دائما الأمن والأمان عنوان هذه الأرض الطيبة وهذه الناس الطيبين، حسيت أنه بالفعل أنا بين أهلي. لما لقيته من ترحاب، من محبة، من 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 ابتسامة، من 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 أخلاق جميلة ورائعة، وهذا شيء مو غريب عليكم. ندخلوا على المباشر. بسم الله. غياب داود حسين على الدراما العربية، شفناك في أعمال مصرية في إنتاجات كبيرة، واش داود حسين حاليا تركز على الأعمال الكويتية ولا الأعمال في الخليج؟ علاش ما بقيناش كنشوفوا في أعمال مصرية وأعمال درامية عربية؟ والله شوف، يعني أنا في بعد ما قدمت مجموعة من الأفلام في السينما العربية وفي في مصر العزيزة الحبيبة، عرض علي مجموعة أعمال كانت، ولكن كانت تلفزيونية، ولكن عرضت علي في الفترة اللي أنا كنت مرتبط فيها بعقود مع أعمال محلية. يعني في نص وقت التصوير كانت تجيني هذه العروض، فبالتالي كنت من الصعب أن يعني أترك عمل وأدخل عمل آخر وهذا، ولكن مستقبلا إذا عرض علي أي عمل عربي أكيد، ولم أكن وقتها مشغول ولم أكن وقتها مرتبط بأي عمل آخر، فأكيد يعني لن أتردد في أي لحظة أني أنا أقدم بالفعل، لأنه هذه الأعمال العربية تصل إلى الملايين في الوطن العربي. الأعمال الخليجية، المسلسلات الخليجية، أوكي أنا معاك إن في ظل وجود الفضائيات الآن قد تنتشر وقد تصل إليكم، ولكن الفيلم يصل أسرع ويصل أكثر. وقلت المشكلة اللهجة، مشكلة اللهجة الخليجية ما كيفهموهاش بزاف ديالها، على عكس ما كنشوفوا أفلام مصرية ولا اللهجة الخليجية شوية صعيبة. نعم، أو شوف بقدر الإمكان يعني أنا أحاول تقريبا حتى في أعمالي أن أمسك العصات من المنتصف. يعني الآن أنت فاهم كلامي طبعا، وأكيد المشاهدين الكرام نوجه لهم تحية أيضا فاهمين الكلام اللي قاعد أتكلم أنا وأحكي، فبالتالي هو أنك تتكلم باللغة البيضاء، أنك تتكلم بلغة سهل، أن شوي تتنازل عن بعض المفردات اللي قد تكون فيها صعوبة لتوصيلها للمتلقي، ومع الوقت شوي شوي أكيد راح يعني أيضا تصل بشكل سريع أيضا وشكل واضح. سنوات وانت ترسم الابتسامة والبهجة في قلوب الناس، واش ما كتظنش بلي أنك حصرتي راسك في شخصية الكوميدي؟ نعم. أنك ما قدرتيش تلعب أدوار واحدة أخرى، ما شفناكش في الدراما، ما شفناكش في أدوار ما غير الكوميدي. كنشوفوا داود حسين كنضحكوا مباشرة، أنت كتكون الابتسامة. صحيح. شوف أنا سويت يعني فترة من الفترات بعد ما اشتغلت وعملت الكثير من الأعمال الكوميدية، كثير قالوا أن داود حسين فقط يعمل كوميديا ولا يعمل الدراما، لذلك اتجهت وعملت أعمال كثيرة درامية. عملت فيلم درامي اسمه سر بالحمام، كان كويتي، فيلم كويتي، وأيضا عملت مسلسل اسمه عبر الشارع، أخذت فيه أحسن ممثل وكان دراما. والسنة اللي فاتت عملت مسلسل اسمه موضي قطعة من ذهب، وأتمنى يا رب إن شاء الله أني يعني ربي يوفقني في الاستفتاءات إن شاء الله، وربي يوفق ان شاء الله الجميع. انا ما عرفتش كنت كتبع الاعمال المغربيه، ولكن قلت لك ممثل مغربي اللي كتعرفه مزيان، شكون تقول لي؟ شوف انا ممثل ولا ممثله؟ انا اقول لك، يعني انا بالنسبه لي طبعا اكيد المرحوم الطيب الصديقي كان بالنسبه لي علامه فارقه جدا في المسرح، رجل مسرح بالدرجه الاولى، كنت أستمتع لما أشاهده من أعمال، كنت أحرص عندما أذهب للمهرجانات لكي أشاهد أعمال هذا الرائع، يعني هذا الاسم الخالد، القامة والقيمة الفنية الكبيرة. الآن تبي تقول لي مثلا الممثلين، أو نحن أيضا أنا مثلكم، يعني أيضا أتابع الأعمال يعني اللي توصل لنا. اعطيني اسم دابا يعني محمد حسن الجندي. محمد حسن الجندي. اي نعم، هذا استاذ كبير ايضا، وايضا من الاساتذه يعني اللي الواحد تتكلم لي على قامات، نقول لك قامات كبار بالضبط، لا قامات في الوطن العربي بالضبط كامل. بالضبط. انت نشيط على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ما نبداو اللقاء درتي سناب على المباشر مع جمهورك، شنو هي علاقتك بمواقع التواصل الاجتماعي؟ كيفاش الكونتاكت ديالك مع الجمهور ديالك؟ يعني هو الفنان بدون جمهور انا اعتقد يعني ما عنده، يعني يعتبر فقير، فبالتالي الجمهور هي ثروه الفنان الحقيقيه، يجب ان يتواصل، يجب ان يكون مع الجميع، يجب ان
أن ولكن يعني فيما يتعلق بالناحية الفنية فقط، ولكن أنا ضد أني أنا أدخل بنواحي حياتية أسرية شخصية جدا، لا هذه لها 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 مجموعتها الخاصة اللي أنت يعني تخصهم بهذا الشيء. ولكن فيما يتعلق بالفن فأنت بما أنك فنان لست ملكا لنفسك، فبالتالي أنت ملك للآخرين. كلمة أخيرة رسالة للجمهور المغربي، وبغيت تقول لي كلمة بالمغربي، كلمة بالمغربي للجمهور. كلمة بالمغربي للجمهور، نقول الجمهور المغربي كنحبكم بزاف، ربي يحفظكم، ربي يخليكم، بس أحبكم والله، بس يعني هاي باختصار شديد.